اولا كنشكركم على الحضور ديالكم في هذه الندوه الصحفيه اللي نظمتها الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا بحضور ضحايا الانتهاكات والاعتداءات الجنسيه واللفظيه والنفسيه اللي مورست عليهن من طرف رب العمل ديالهم جاك بوتي ومن معه. هاد الشخصيه هذه اللي هي معتقله الان فوق التراب الفرنسي، والتي كانت تدعي على انه ما غيمكن حتى شي حد يوقف المدى ديال الاعتداءات ديالها على البنات ديالنا وعلى هؤلاء الشابات وهؤلاء الشباب، في منظوره على انه يعني يقدر يشري كل شيء، وانه المغرب في التصور ديالو لا زال يعني تحت نير الاستعمار، والواقع عكس ذلك. احنا في دولة الحق والقانون، في دولة المؤسسات، في نطاق الاحكام ديال القانون وفي اطار الدستور وفي اطار ما يخوله قانون المسطره الجنائيه لهؤلاء الضحايا. تقدمنا بشكايه الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بطنجه، اللي كنتمناو الوكيل العام والامن الوطني الشرطه القضائيه لدى طنجه يفندوا هذه الادعاءات ديالو، وانا متيقن على انهم غيفندوها، باسكو الان كنخدموا في اطار واحد السياق اللي المغرب قطع فيه مع كل هذا النوع من التجاوزات، وكذلك المغرب حصل على استقلاله منذ 56 قبل ما يجي هذا السيد يستثمر عندنا في المغرب. ماشي تنتظروه هو حتى يجي عندنا، عاد غادي يعني الحمد لله. وهذا الاستقلال هذا خداوه المغاربه بتضحيات جسام، قدموا فيه شهداء، قدموا فيه نساء ورجال من اجل هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات ينعموا في واحد الاجواء اللي تكون الحقوق ديالهم والمصالح ديالهم محميه، وإلا ما حماتهاش لهم الدولة وما حماهاش لهم القضاء وما حماهاش لهم الأمن، شكون اللي بغى يحميها لهم؟ حنا كمجتمع مدني ونا رياجي أتخافيغ تقديم شكاية للسيد الوكيل العام. الآن السيد الوكيل العام عطى تعليمات ديالو للضابطة القضائية، الضابطة القضائية خصها تخدم في إطار سيادة القانون، في إطار الاستقلالية التامة وتحت إشراف ما كاين من تعليمات، ويبرزوا ما كاين من خروقات وما كاين من قرائن وحجج اللي كاينه ثابته عند هاد البنات هادو باش يقدموهم للمحكمه، والمحكمه ترتب الاثار. كاخبار على انه ما كاينش غير جاك بوتي مع واحد العديد ديال الشركاء والفاعلين. الافعال اللي اقدم عليها هي كلها كتتعلق بافعال إجرامية مجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي، كتنطبق عليها جرائم الاتجار في البشر، كتنطبق عليها كذلك جرائم الاستغلال الجنسي، كتنطبق عليها جرائم ديال التعدد في المكان والزمان، جرائم ارتكبت فوق التراب المملكة المغربية، جرائم ارتكبت فوق الجمهورية الفرنسية، جرائم ارتكبت في العديد من بقاع العالم. الشيء اللي غادي يترتب عليه على أنه بالإضافة إلى ما سنسلكه من مساطر قضائية أمام القضاء المغربي، غادي نسلكوا مساطر أخرى فوق التراب الفرنسي وفي العديد من الدول اللي هذا السيد هذا دار فيها هذه الجرائم. النداء اللي عندي إلى كل الضحايا اللواتي لم يتجرأن إلى حد الآن عن البوح بما تعرضنا عليه أن يتشجعن ويعرف بأننا كاينين في دولة فيها مؤسسات، وسائطية معنية بحقوق الإنسان، معنية بحقوق المرأة، معنية بحقوق الطفل، كاين مجتمع مدني نشيط، كاين دستور، كاين قوانين، كاين هاد الناس هادو عكس ما كيدعيه هو على أنه قادر يشريهم. اليوم الضابطة القضائية ولله الحمد ولا القضاء الكل كيخدم في إطار سيادة القانون، في إطار احترام دولة الحق، ولذلك حنايا لن نسكت عن حقوق بناتنا، هؤلاء بناتنا، لأن كنعتبروا ما تعرض له هاد البنات من تحرش، من استغلال، من جرائم ديال تجار البشر هي اعتداء على كل فتاة مغربية وكل بنت مغربية وكل أنثى مغربية وكل امرأة مغربية بوء هذا الدستور والمواثيق الدولية حقوق الإنسان وكل اتفاقيات ذات الصلة. وخاصة نحن اليوم على بعد يومين من انعقاد اللجنه المعنيه باتفاقيه سيداو امام الامم المتحده. غدا المنتظم الدولي سيسائل الدوله المغربيه عن ما هي الاجراءات الحمائيه والقانونيه التي قدمتها لهؤلاء النساء. هذا اول اجراء. اليوم كما كان بالامس صحفيين اعتدوا على النساء. اليوم عندنا اجنبي وحنا ما عندناش شي ميز، حنا دوله لها كل السياده ديالها، لها استقلالها التام ولها حقوقها، وكتحاسب اي انسان ارتكب جرائم فوق ترابها سواء كان اجنبيا او مغربيا طبقا للقانون وسياده القانون.